أصدر تقرير السعادة العالمي بواسطة شبكة حلول التنمية المستدامة المرتبطة بالأمم المتحدة بتاريخ 20 أدار من هيدي السنة، هو التاريخ يلي أعلنت فيه الأمم المتحدة أصلاً أنه اليوم العالمي للسعادة. يصنف التقرير البلدين بناء على 6 متغيرات رئيسية تدعم الرفاهية، يعني الدخل، الحرية، الثقة، متوسط العمر المتوقع بالحياة الصحية، الدعم الاجتماعي والكرم. هيدي الصفات المتغيرة يلي على أساسها الأمم المتحدة قررت أي دول بتتمتع بأكبر نسبة من الفرح ومن السعادة. بتميل البلدين العشرة الأولى لتمركزها بمرتبة كتير عالية بجميع المتغيرات الستة، فضلا عن المقاييس العاطفية للرفاهية. منشوف سوا قائمة الدول العشرة الأكثر سعادة بالعالم للعام 2019 وكيف تغيرت عبر الزمن. فيديو. هلا مثل ما بنلاحظ بهيدي الارقام اللي تغيرت انه في كتير دول بتحسها مثل عم تتنافس على افضل دولة بتأمن السعادة لشعبها، واللافت بالموضوع انه اغلبية الدول الاوروبية. فشو رأيك بهيدي الارقام اللي شفناها من شوي؟ بصراحة ما بفكر بالارقام، انا بفكر انه ان شاء الله يوم من الايام نلاقي لبنان ضمن هيدي الدول، بس بكل بساطة يعني يمكن الشوط كبير، بس بحاجة انه ندخل صفات معينة للدولة توصل لهيدي المراتب الكبيرة، وعسى عن جد انه مش بس لبنان، كل الدول العربية تهتم شوي بسعادة شعوبها وتسعى انه تقدمه نحو الافضل ونحو مستقبل يكون فيه استمرارية واستدامة وسعادة، مش بس للاشخاص، لكل العيال والمواطنين اللي ساكنين فيها.